ثم ان حزب الكرامه والاخ والاستاذ حمدين صباحي. نعم هو ده اللي انا كنت جايز. دعم حمدين صباحي لاحمد طنطاوي، شايفه ازاي؟ دعم حمدين صباحي لاحمد طنطاوي انا شايفه محير شويه. يعني هو حمدين صباحي لم اجد له موقفا يعني حاسما من وجهه نظره في تنظيم الاخوان الارهابي. لم اجد له موقفا من الميوعه السياسيه التي يتحدث بها احمد طنطاوي فيما يتعلق برغبته او عدم امتناعه عن عوده هذا التنظيم للمشهد السياسي والاجتماعي في مصر. واعتقد ان ذلك مرتبط ان الاستاذ حمدين صباحي يعني لديه يعني ارض يعني ايه نقدر نقولها لديه تاريخ من التعاون والتنسيق مع تنظيم الاخوان ما قبل ثوره يناير 25 ما قبل يناير 2011 وما قبل حتى يعني 30 وما قبل وما قبل ثوره ال 30 من يناير. المشهد الذي امامنا ان الاستاذ حمدين صباحي يدعم مرشح ليس لديه مانع من عوده الاخوان الى المشهد السياسي. الاكثر هنا هو ما ساقوله يعني لحضرتك الان ان الاستاذ حمدين صباح يقود جناح داخل الحركه المدنيه الديمقراطيه ويحاول فرض احمد الطنطاوي على الجميع. هناك لا اريد ان اذكر اشخاص ولكن حزب المحافظين، حزب الاصلاح والتنميه، لدينا الان مثلا ان هو لدينا فريد زهران، لدينا ان هو حزب العدل، لدينا ان هو حتى جميل اسماعيل ان هو الحزب الدستور. اغلب الاطراف واغلب الشخصيات داخل الحركه المدنيه الديمقراطيه ترفض المساعي التي يقوم بها الاستاذ حمدين صباح لفرض احمد الطنطاوي على الحركه المدنيه او كمرشح وحيد. هل نعتبر ان بيان الاستاذ خالد داوود هو بيتحدث عن الحركه كلها وتاكيدا على كلام حضرتك؟ الاستاذ خالد داوود فيما قال هو يعبر عن الغالبيه داخل الحركه المدنيه الديمقراطيه وهو جناح اخر هو مناوئ ورافض للتحركات الذي يقوم بها الاستاذ حمدين صباحي داخل الحركه المدنيه. وده بياكد طبعا ان يا دكتور محمد ان التيار سواء التيار المؤيد او التيار المعارض بيرفض تماما وقولا واحدا عوده تنظيم الاخوان الارهابي الى المشهد السياسي في مصر مره اخرى.